رأيك وتحليلك لكولر؟ شايفه مؤهل وكويس ويكمل مع الأهلي، ولا شايف إن إدارة الأهلي تبتدي تفكر بقى في مدرب آخر؟ لا هو الحقيقه لا طبعا مدرب مثل كولر مدرب كويس جدا مميز، واخد السنه اللي فاتت 5 بطولات، لكن البدايه السنه دي غير موفقه. يخسر السوبر الافريقي من اتحاد العاصمه، هو كان يعني اقدر بالبطوله. نفس القصه في الدوري الافريقي، الفريق بطوله في المتناول، الاهلي الافضل لو من ناحيه الخبرات، من الناحيه الفنيه، الاسماء، لكن اللي حصل غير كده خالص. فلازم يعيد حساباته بشكل جديد، يعيد التوظيف اللعيب، افكاره يبقى في تجديد لافكار مستر كولر في الماتشات اللي جايه، البطولات اللي جايه. البدايه كانت ماتش امبارح، ماتش شايف ان دي بقى تبقى بدايه ان الاهلي يبتدي ان بدأ هو إيه؟ بدأ يستعيد بقى قواه تاني يعني كده. بدأ زي ما بالبلدي كده تندع شويه يعني. ابتدت تندع تندع يعني شويه نشوف كده عشان ايه جماهير الاهلي يرتاحوا شويه. تطمن شويه. امبارح جماهير الاهلي نامت مبسوطه وانبسطوا الحقيقه من بالظبط. الماتش، ولكن تقييمك بقى للماتش محمد هاني امبارح دخل جون، فحضرتك شايف بقى ده هل اتاثر بعوده اكرم توفيق ولا ده كان سببه ايه؟ لا، سبب اللي هو مضغوط، يعني هو مضغوط في ضغط عليه يعني. اول ما رجع اكرم هو قعد بديل لي، مفيش مشكله يعني. كان مستر كولر في ماتش سان داونز كان المفروض في شوط تاني ينزل محمد هاني تمام. ويدخل اكرم في وسط الملعب وينزل رضا السين من بدايه الشوط التاني، وما يطلعش كهربا، يخلي كهربا وينزل معاه صلاح محسن يلعب اتنين انت سترايكر. بتغيرت التشكيله خالص. انا عاوز انا عاوز اضغط واكمل ضغطي واكمل لياقه بدنيه عاليه، عشان كل ما اضغط على دفاعات سان داونز بيغلطوا، والجون بيغلط بشكل كبير جدا، كان ممكن الاهلي يكسب، لكن ده ما حصلش. فده اخطاء كبيره جدا من مستر كولر اثرت على نتيجه المباراه وعلى اداء اللعيبه بشكل عام. تمام. فاعتقد ده دروس مستفاده من خروج الاهلي من بطولتين في اول موسم. لازم بدايه الدوري بقى، بدا مع المقاولين كسب، عنده ماتشين مع سيراميكا، وبعد كده عنده الجونه، يعني لازم كل ما النشاط تيجي وكل ما يكسب كل ما تزداد الثقة اللعيبة التانية ترجع لها، كل ما عنده برضو في يناير في انتقالات شتوية ممكن يقدر يدعم بقى. معالي معلول برضو في إرهاق كتير جدا، يجيب برضو باك مع الدبيس يسند معاه، سيرديباك جنب محمد عبد المنعم. لازم في يبتدي بقى يغير في الانتقالات الشتوية دي بقى وياخدها كده ان هي المهاجم، تبقى مشكلة المهاجم مودست. مودست بقى، وراي حضرتك في مودست يعني حصلت عليه ضجة كبيرة جدا، ومودست بقى ومهاجم عظيم وجامد، وانه هيعوض بقى رحيل محمد شريف والقصة اللي احنا عارفينها دي كلها، ولكن يعني هو الحقيقة ما جاش اي توقعات. ما جاش. هو ما جاش. هو ما جاش. هو على الورق السي في بتاعه كويس جدا، مميز. هو لعيب بيجي بسي في، ولا اللعيب بيجي ببطولاته وبلعبه الحلو بلعبه في الملعب؟ طبعا بيجي بلعبه بأدائه وفورمته فكرة ناس كتير وطريقة قاعدة تقول ده أدائه. سنه كبير، ده عنده 35 سنة، 35 سنة، لكن هو مش جاهز بدنيا ولا فنيا ولا ذهنيا.